اليوم في حاضرة الفاتيكان توقيع أول اتفاق شامل بين دولة فلسطين ودولة الفاتيكان. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه استنادا إلى مصادر طبية وسكان إلى فرنسا التي اهتزت مجددا هي أيضا على وقع اعتداء إرهابي لتخفيف العبء على البلدين. من بروكسل مراسلتنا هالة السحلي. الكونغولية أما المجموعة الثانية فتضم فقطيف الزهري بقطة الاتحاد العاصمة مولوديك شبابا عامة وفريق المريخ السودانية. بالتقرير الرياضي للزميل فؤاد الحناوي نكون إذا قد أنهينا جميع محاور نشرة الظهيرة. شكرا على اهتمامكم. الرحلة الأخبارية لمنتصف نهار اليوم متواصلة. رفقة الزميلة مونيا بالعربي. شكرا مونيا. Apporté à la radio Média, vous nous quittez pour une retraite bien méritée. Après 33 ans de présence, de professionnalisme, de rigueur, de gentillesse, de passion, Mansev Oleg, une voix qui compte et qui comptera toujours. Merci au nom de toute la radio, merci au nom de toute la rédaction, de l'ensemble de la radio et certainement de nos auditeurs. Merci. Bravo.